أهلا بكل مشاهدينا مرة ثانية على صباح الشروق، ولكل عشاق الرياضة والساحرة المستديرة وهم الأخبار الرياضية صباح اللي بنتظروها ناس كثير جدا بشغف كبير. داخل الاستوديو معنا الأستاذ سالم سعيد، صحفي رياضي لتحليل أهم الأخبار الرياضية صباحا. أهلا ومرحبا بك أستاذ سالم، صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ سالم. مباشر إلى الحدث، لقاء وزيرة الشباب والرياضة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قراءات في عودة النشاط وفي تأهيل كثير جدا من الـ مثلا للمدينة الرياضية، برضو كان في حديث عن دعمها وأخرى، يعني بزاوية شوفك، يعني كيف بشوف الاجتماع ده؟ نعم، هو طبعا قبل أكثر من سنة يعني جرس الإنذار في الملاعب الرياضية في السودان، قد طرق من قبل عدد من اللجان من الفيفا ومن الكاف، قامت بزيارات للاستادات في السودان وأبدت ملاحظات وأبدت فيها تحفظات كثيرة. هذه الملاحظات ستؤدي حتما إلى يوم من الأيام إلى إيقاف الملاعب السودانية ومنع المنتخبات والأندية السودانية من إقامة أي مباراة فيها، وبالتالي تحويل هذه المباراة إلى بلد جارة يتم تحديدها من قبل السودان. السودان ممكن يختار إثيوبيا، يختار مصر وخلافه. جرس انذار اطلق، كونت لجنه عليا برئاسه نائب رئيس مجلس السياده فريق حميتي، ووجود فيها عدد من وزاره الشباب والرياضه وعدد من الشخصيات السياسيه وعدد من الشخصيات الرياضيه. هذه اللجنه حصل فيها مشاكل وتم حلها، حصلت فيها مشاكل في مساله المناصب وخلافه وتم حلها ولم تقوم بدورها. هذه اللجنه كونت بعد لقاء رئيس الاتحاد السوداني لكره القدم دكتور كمال شداد برئيس مجلس السياده الفريق البرهان. بعد تجمد الامر لغرابه السنه، اتى انذار من الكاف بشكل مباشر وخطير بانه الانديه والمنتخبات السودانيه ستلعب خارج ارضها، لياتي لقاء الوزير المهندسه ولاء البوشي مع سعاده الفريق البرهان لتحديد الاولويات. انا اعتقد ده هو صميم عمل الوزير، يعني ده نقطه مهمه جدا تطرق، كان اهم من مساله مناقشه عوده الدوري الممتاز وغيره، لانه مسؤوليه الملاعب وتاهيلها هي مسؤوليه الدوله وليست مسؤوليه اتحاد كره القدم، والدوله هي ممثله في وزيره الشباب والرياضه وهي تلتقي بالسلطه الحاكمه لتحديد لدعم هذه الانديه لدعم هذه الملاعب. اعتقد الملاحظات في الملاعب ما محتاجه الى يعني مبالغ ضخمه جدا، لانه المقاييس بتاعت الكاف ما مقاييس عاليه، ما برضه الكاف بيتحدث عن دوله افريقيه، في النهايه لا يتحدث عن ان احنا ما ملاعب ذو يعني طبيعه مثلا اوروبيه او مواصفات اوروبيه، لان في ملاعب افريقيا الاضاءه بمواصفات معينه، قاعد مؤتمرات صحفيه، ملاعب، ما مساله صعبه جدا. اعتقد تستطيع الدوله ان تدعم رغم الظروف الاقتصاديه، تستطيع الدوله ان تدعم هذه الملاعب وتؤهلها بشكل جدي وبشكل كافي. دي النقطه المهمه في مساله لقاء الوزير البرهان. النقطه الاهم من كده ان يكون في اليه سريعه للتنفيذ، ما تكون فقط لقاء ولجنه وخلافه. بخصوص المدينه الرياضيه، اعتقد المدينه الرياضيه اذا لسه فاضل فيها كثير، من الافضل على الحكومه ان تتجه لدعم الملاعب الموجوده الان، يعني الملاعب الملاحظات اقل، يعني انت لو اهلت ملعب ملعبين بملاحظات اقل افضل من انك تتجه الى ملاعب بمواصفات اكثر، يعني مثلا استاد الهلال الملاحظات فيه اقل استاد حاليا في الخرطوم، فبالتالي اصلاح الملاحظات الموجوده في استاد الهلال انا اعتقد دي الاولويه الاولى، سواء من جانب مجلس اداره نادي الهلال او من جانب الحكومه نفسها. الحكومه ممكن تدعم نادي الهلال، ما في النهايه الملعب ده يمكن ان يكون ملعب المريخ ويمكن ان يكون ملعب المنتخب الوطني، بعدها تتجه للملاعب الملعب الثاني في الملاحظات وهو ملعب استاد الخرطوم وتؤهله، الملعب الثالث في الملاحظات اللي هو استاد المريخ وخلافه. نعم، كيف استاذ سالم كيف ترى يعني موقف انديه الدوري الممتاز في تعليق النشاط؟ عندي الدوري الممتاز عارفه انه النشاط حيرجع، يعني هي الان في تباين في المواقف، عدد منها استمر في اداء تدريباته على راسها المريخ، هلال وبيض معسكر ومستمر، حي العرب قام معسكر في مدني ومعسكر مستمر وتدريباته مستمره، لماذا؟ لانه هي شايفه انه مساله ايقاف الدوري او تعليق الدوري الممتاز مساله مكايده ما بين الوزاره والاتحاد، وان الدوري حتما سيعود، لذلك هي دايره تكون في الفورمه حقت الجاهزيه وحقت الاعداد عشان اذا ما رجع الدوري الممتاز هي تكون في وضعيه فنيه جيده وما يتوقف التدريبات. لكن في انديه اخرى ايضا وعلى راسها فريق الهلال توقفت، هي شايفه انه في ضبابيه في الموقف، وانا ما ممكن ان امنح للعيبه جرعات تدريبيه من غير رؤيه ومن غير جدول قدامي قائم لبطوله الدوري الممتاز. وما بين مواقف الانديه انا اعتقد في تضارب كبير في موقف الانديه، يمكن ان يحسم الامر تقريبا اليوم
لجنه عوده النشاط الرياضي عند اجتماع في وزاره الشباب والرياضه، اللي هي لجنه تطبيق البروتوكول الصحي لعوده النشاط الرياضي، ودي لجنه مكونه من قبل وزيره الشباب والرياضه لدراسه امكانيه عوده النشاط الرياضي. طبعا هي لقت كل البروتوكول طبقه الاتحاد السوداني لكره القدم، وهي دارت تطبق البروتوكول خاص بها لعوده الانشطه الرياضيه ككل. اللجنه من المفترض اليوم الاثنين ان ترفع تقريرها بشان العوده ام غير العوده بالنسبه للنشاط الرياضي، وبناء على ستتضح تدريبات الانديه من عدمها. طيب استاذ سالم، اذا كانت هنالك ايضا عوده وتحليل في عوده الكاردينال مجددا بعد ان اعلنوا اعيانه ايضا انه هو تفرغ لعمله الخاص بعيدا عن الرياضه، ولكن جاء من خلال لجنه التطبيع وحدد الفتره تقريبا زي 3 أشهر، يعني هل عودة الكاردينال بتعني عودة النشاط الرياضي، ملف التسجيلات بالنسبة لنادي الهلال، ولا برضو ممكن ما يعني بفترته المحددة ما يكون كافي يعني؟ هو طبعا حصل في فراغ إداري كبير في نادي الهلال، ودي المرة الثانية اللي يكون فيها فراغ إداري كبير في نادي الهلال، يعني حدثت من قبل في عهد الأمين البرير في 2013. الكاردينال في 27 يوليو الماضي توقف عن مزاولة عمله كرئيس لنادي الهلال، الامر يمكن اثار الاستهجان على اعتباره وتوقفه خلق فراغ اداري لدرجه انه المكتب التنفيذي وقطاع الكره في نادي الهلال اصبحا غير قادرين على تسيير النشاط الرياضي في نادي الهلال، لانه الفريق كان بيتدرب، لانه بطوله الدوري الممتاز حينها كان حتنطلق يوم 15 اغسطس ولسه ما جاء قرار من لجنه الطوارئ الصحيه، فبالتالي حصلت ربكه في فريق الهلال لدرجه انه المكتب التنفيذي لنادي الهلال تقدم بطلب الى الاتحاد السوداني لكره القدم لتاجيل عدد من مبارياته ورفض الاتحاد ذلك. الكاردينال طالما هو توقف، انا شايف من المفترض ان لا يعود كان عبر رئاسه لجنه التطبيع، لانه انت رفضتها ورفضت التمديد من قبل، لانه الاتحاد السوداني لكره القدم عرض عليك كلجنه قانونيه للاتحاد السوداني، عرضوا على كل المجالس الموجوده انه تمدد فترتها الى حين الحصول على موافقه من لجنه الطوارئ الصحيه بعقد الجمعيات العموميه، لان الجمعيات العموميه موقفه بقرار من لجنه الطوارئ الصحيه، ما في جمعيات عموميه، واللجنه القانونيه في الاتحاد السوداني اعلنت بشكل قانوني تمديد كل فترات المجالس اللي بتنتهي فتراتها في ظل جائحة كورونا إلى انقضاء الجائحة أو تكوين لجنة التطبيع إذا المجلس غير راغب في العمل. فالكاردينال طالما هو نفسه الذي أتى برئاسة لجنة التطبيع، كان من المفترض أن يستمر برئاسة مجلسه السابق، إلا في حال أنا في تقديري قد يكون الكاردينال يريد أن يتخلص من بعض الشخصيات اللي معاه في مجلس الإدارة القديم، هو غير راغب فيه، لأنه أعلن عن تسمية بعض الشخصيات وهي نفس الشخصيات ما نفس الشخصيات الموجوده كانت للعمل معه في المجلس. في النهايه وعد برئاسه لجنه التطبيع لفتره 90 يوم الى حين انعقاد جمعيه عموميه انتخابيه لانتخاب مجلس جديد لنادي الهلال. في تضارب ما بين موقفه وتفرغه لاعماله وتصريحه في 27 يوليو الماضي وقبول عودته من قبل اللجنه القانونيه للاتحاد السوداني لكره القدم في 16 او 15 اغسطس، انا اعتقد تضارب كان على الاتحاد انا اعتقد ان يسمي شخص اخر لرئاسة نادي الهلال في فترة التطبيع. طيب مدثر خيري تسبب في أزمة، وأيضا مصطفى توفيق يعود للمكتب التنفيذي للمريخ. مصطفى توفيق أصلا هو يعني موجود في المكتب التنفيذي لنادي المريخ تقريبا منذ العام 2004، وهو شخص كفئي طبعا، وهو الآن سموهم مدير تنفيذي مكلف. دكتور مدثر خيري من الشخصيات المريخية المعروفة، وعمل في مجلس المريخ، عمل في لجان في نادي المريخ، لجان كثيره جدا، لجان الاستثمار وخلافه، من الشخصيات اللي كانت نشطه جدا في مجال المريخ، ومن الشخصيات المؤسسه للموقع الرسمي لنادي المريخ، ومهتمين بهذا الامر بشكل كبير. وطبعا عمل مدير تنفيذي في فتره جمال الوالي في العام 2015 لفتره، ثم توقف، ثم عاد وعمل مدير تنفيذي للنادي بصلاحيات مختلفه، لانه وفق النظام الجديد المدير التنفيذي للنادي ليست موظف، يعني في السابق كان المدير التنفيذي موظف يمكن ان يقال بقرار من الامين العام، الان المدير التنفيذي للنادي هو ليست موظف، هو شخص موجود وظيفته دي موجوده في النظام الاساسي للنادي، واقالته تتم بقرار مجلس، وهو ما تم. انا اعتقد انه حصل خلاف بينه وبين رئيس النادي ادم سوداكال في حكايه الاستاد. دكتور مدثر ارسل خطاب للاتحاد ومساله الاستاد والاستاد المريخ غير جاهز، والامر اللي اعتبره مجلس اداره نادي المريخ اعتبره ده تجاوز في حقهم، بغض النظر عن هل هو اخبرهم ما اخبرهم، هل هذا تجاوز ام لا يعتبر تجاوز. اعتقد ده الخلاف الثاني له مع مجلس المريخ الحالي بقياده سوداكال، فالمجلس شاف نفسه انه هو داري يقيل مدثر خيري او وصل معه الى طريق مسدود. انا اعتقد انه مدثر خيري افاد مجلس سوداكال بشكل كبير، يعني هو يعني عزز موقعه
قادوا بالحنكة في فترة كثيرة جدا، يعني عمل معه تصدى معه لمهام عديدة منها شرعية المجلس. يعني مدثر خيري من الشخص من الاشخاص الذين ثبتوا شرعيه مجلس سوداكال، لانه مجلس سوداكال كانت شرعيته على المحك في الكثير من الفترات، منها ان سوداكال كان لديه تعقيدات قانونيه كان غير موجود قبل ان يحصل على قرار من المحكمه الاداريه. سوداكال الان هو رئيس النادي المغربي بقرار من المحكمه. كل هذه الامور مدثر خيري ساعد في تثبيت شرعيه المجلس الحالي، لكن انا اعتقد انه الخلاف وصل بيناتهم الى نفق مسدود، فقام المجلس باقاله الدكتور مدثر خيري. استاذ سالم، عن طريق المشهد السياسي بزاويتك التحليليه، يعني يتجه الى اين خاصه في حال تم تاجيل النشاط الرياضي الان؟ وذكرنا في لقاء سابق معك في الاتحاد حيدعم الأندية، ولكن في أندية استلفت مبالغ مالية ولكن ما أوفوا بوعدهم في تسليمهم بالنسبة للمبالغ. يعني مصير الأندية دي برضه حتكون شنو، والمشهد الرياضي أيضا إلى أين؟ طيب، هو طبعا الفيفا رفض للاتحاد السوداني كرة القدم في المؤتمر عبر تقنية الفيديو عندما التقى دكتور شداد برئيس الفيفا جاني فانتينيو. الفيفا رفض مقترح الاتحاد السوداني بتسليم الأندية المبالغ نقدا، والفيفا أصر على أنه يفتح حساب بنكي لكل نادي بالعملة الصعبة ويودع التبرع أو القروش الدارجية للاتحاد في حساباتهم. طبعا في تعقيدات بنكية معروفة في السودان، الفيفا رفض مسألة المبالغ النقدية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد أنه الاتحاد السوداني لكرة القدم أراد أن يعاقب الأندية التي اجتمعت مع الوزيره والتي هي تقف ضد النشاط. انت نادي ما دار نشاط، انا اديك قروش لشنو؟ يعني دي الان هي فلسفه الاتحاد السوداني كره القدم. انت ما دار نشاط، يعني انت دار كره مجمده، طالما الكره مجمده ما في قروش. اعتقد انه الاتحاد شعر بالخذلان من الانديه، لانه صحيح انديه الدوري الممتاز بكلها ال 17 نادي ديل هم مجرد اعضاء في الجمعيه العموميه للاتحاد السوداني كره القدم، لكن الصحيح ان هم لديهم ثقل، لانه هم يمثلوا البطوله الجماهيريه الاكبر والاقوى، والكره في السودان يعني كلها في كفة، وبطولة الدوري الممتاز في كفة بكل المناشط الأخرى. فبالتالي طالما الاتحاد شعر بالخذلان من أندية كان من المفترض أن تكون دعم وسند له، أصبحت الآن دعم وسند للجهة اللي تسعى في عدم عودة الدوري الممتاز، أو الجهة اللي هي خصم اتحاد السودان كرة القدم الآن في ظل الصراع الحالي، وهي وزارة الشباب والرياضة. فالاتحاد أراد أن يعاقب هذه الأندية بعدم دفع المبالغ. لكن في اخبار رشحت على انه في انديه استدانت المبالغ على قرار انه يتم دفعها من قبل الاتحاد، وده ما حدث. لكن يعني انت كمان اجتمعت مع الوزيره وقلت انا ما عايز نشاط، انت كنت ما عايز نشاط القروش دي قاعد تدفعها في شنو؟ انت ما في نشاط تتديه ليه ودافع في شنو؟ انت قلت ما عايز نشاط، وبعدين انديه ما عايز النشاط كثيره، فانت طالما ما عايز نشاط ما في قروش. دي نقطة مهمة. نعم. ننتقل للأخبار العالمية، ويمكن من الأخبار العالمية ثلاثة مدربين ألمان في نصف نهائي أبطال أوروبا. وجيل المدربين الألمان، يعني قد يكون هو جيل المدربين الألمان. يعني توخيل طبعا مع نادي باريس سان جيرمان، هو مدرب ألماني لأزبك ومدرب ألماني لفريق بايرن ميونخ، وهم فريقين ألمانيين أصلا. الأندية الألمانية في الأغلب بيدربها مدربين ألمان، لا تتجه إلى يعني نادرا ما تتجه إلى مدربين غير ألمان. الكرة الألمانية أثبتت علو كعبة عبر المدربين الألمان وواقعيتهم في 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 كرة القدم حاليا. الألمان كما نجحوا كسر حاجز كورونا، يعني في تصريح للاعب ريال مدريد توني كروز قال إن لم يفعلها الألمان لن يفعلها غيرهم، وما كسروا هذا الأمر وأعادوا كرة القدم الأوروبية. أول دوري انطلق في أوروبا هو الدوري الألماني بعد جائحة كورونا، انطلق في شهر 6، وبعد ذلك تبعته الدوريات الأوروبية الأخرى. الآن الألمان حققوا النجاح، فريقين وصلوا إلى الدور نصف النهائي، ثلاثة مدربين في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. أعتقد أنه نحن الآن نعيش في 2020 عصر الكرة الألمانية بامتياز، يعني والدليل يعني أيضا فوز بايرن ميونخ برقم قياسي على فريق برشلونة وتقلب فريق لازبك على أتلتيكو مدريد. يعني دي أعتقد نقطة مهمة جدا. نعم. طيب، في استمرار دوري الأبطال، يعني مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد مع إشبيلية صاحب الرقم القياسي أيضا خمسة، توج خمسة مرات، أخيرا برضو كان على التوالي لحد 2016. يعني مانشستر كان لاعب المباراة في البداية بصورة كويسة، لكن بعد تسجيله الهدف الأول عن طريق ركلة الجزاء، لكن شوي كده تخاذل في بقية المباراة. يعني فريق مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في إنجلترا بعد كورونا، يعني المباراة الجاد بعد كورونا دي هو قدم أفضل عروض، وتاني أفضل فريق في أوروبا بعد بايرن ميونخ بعد كورونا، بعد النتائج بعد كورونا هو تاني أفضل فريق.
نتائج جيدة، أداء رائع جدا، مستويات عالية جدا، تألق لنجوم الشباب، لكن كل هذه الأمور لم تكن كافية أمام حنكة فريق مثل إشبيلية. إشبيلية هو ريال مدريد الدوري الأوروبي، مثل ما ريال مدريد هو الفريق الأول في دوري الأبطال، إشبيلية هو الفريق الأول في أوروبا في الدوري الأوروبي، توج 5 مرات، وصل إلى النهائي دي للمرة السادسة، الآن هو قريب من التتويج السادس. كل الملاحظات كانت تشير إلى أن اليونايتد سيكون أفضل من إشبيلية، لكن حنكة المدرب لوبيتيجي، التبديلات التي أجراها هذا المدرب هي التي قادت فريق إشبيلية. سولشاير أنا أعتقد أنه التعامل مع المباريات المحلية يختلف مع التعامل مع المباراة الدولية، والكلام ده ظهر في مباراة السيتي وليون، يعني السيتي مميز جدا محليا، أتى ولم يستطع أن يقدم أي شيء أمام سابع الدوري الفرنسي، وما في مقارنة بين الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي. بالتالي فريق مانشستر يونايتد ما عرف كيف يسير المباراة، ما عرف كيف يقود المباراة. نجومه يعني رغم هم على الورق كانوا الأفضل، وكانوا الأفضل في 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 المباراة حتى بعد أن تقدموا بالنتيجة، لكن تغييرات الشوط الثاني للمدرب لوبيتيجي هي التي قالت كلمتها، وتمكن فريق إشبيلية من الوصول السادس للمباراة النهائية وإنغاز سمعة الكرة الإسبانية. دي نقطة مهمة جدا لفريق إشبيلية بعد خروج ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي من دور 16، وخروج برشلونة أعتقد بنتيجة كارثية أمام بايرن ميونخ، وخروج غير متوقع لأتلتيكو مدريد أمام فريق مغمور مثل لازبيك تأسس قبل 11 عام فقط. أيضا من أخبار يمكن هو تولد من منتخب أسبانيا ومن ريال مدريد، وابتسمت له الكرة في إشبيلية. منو؟ طرد من منتخب أسبانيا. نعم، وطبعا لوبيتيجي طرد من ريال مدريد. نعم. صحيح، وابتسمت له الكرة. وطبعا لوبيتيجي الغدر يعني قادوا إلى أشياء فيها مفارقات غريبة. هو كان مدرب المنتخب الأسباني الذي قاد منتخب أسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2018. وكان يعني من المدربين قدموا تصفيات عالية جدا مع منتخب أسبانيا، لكن ماذا حدث؟ ريال مدريد تعاقد معه سرا قبل المونديال بأيام، وهو ما كان عايز يفوت فرصة أنه يتعاقد مع نادي كبير مثل ريال مدريد. حينها كان جابي ريز في مؤتمر صحفي وقال زين الدين زيدان كان مدرب نادي ريال مدريد، الاتحاد الأسباني عندما علم بتعاقد لوبيتيجي مع ريال مدريد قام بإقصاء لوبيتيجي وتعيين اللاعب الدولي السابق والمدرب هيرو. نتيجة الكلام ده أثر كثير على منتخب أسبانيا، لذلك ظهر هزيلا في بطولة كأس العالم بشكل هزيل جدا، وما قدم أي مستويات تذكر. بعد ذلك لوبيتيجي ذهب إلى ريال مدريد لأنه خلاص هو وقع معه، وهو عندما تحدث في المؤتمر الصحفي ليه أنت عملت كده، قال يعني أنا ما ممكن مدرب تجوه فرصة أن يدرب ريال مدريد ويتخلى عنه، يعني هو فضل ريال مدريد على منتخب أسبانيا. بعد ذلك لم يستمر مع ريال مدريد، ما ساعدته النتائج الريال ما بعد زيدان، كريستيانو رونالدو ذهب إلى فريق يوفنتوس، في عدد من اللعيبة حصرتهم تخمة حقت بطولات، 3 دوري أبطال، مجموعة عوامل تظافرت مع هذا المدرب، وجات خماسية فريق برشلونة عندما فاز برشلونة على 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 ريال مدريد بخماسية، كان بطل سواريز، بعد ذلك أدت إلى إقصاء هذا المدرب. فالمدرب بعد أن كان في منتخب أسبانيا وريال مدريد أصبح كان على الرصيف يعني. تمام، الان هو عاد، يعني انا اعتقد عزيمه قويه منه، عاد في تدريب عدد من الانديه، الان عاد باشبيليه، انا اعتقد حتى لو ما فاز مع اشبيليه بلقب الدوري الاوروبي الان هو عاد اسمه بشكل كبير. كل الصحف الاوروبيه تحدثت عن تبديلاته في الشوط الثاني وحسن قراءته للمباراه في الشوط الثاني، تحدثت عن اداء اشبيليه بشكل جيد بشكل كبير، اعتقد حتى لو ما فاز هو كمدرب عاد الكثير من اسمه في ساحه التدريب الاوروبيه. طيب هل تحقق انه تصل لل يعني ممكن تنال برضه في دوري الابطال؟ اي على الورق يعني للظفر بالبطوله، لكن اعتقد مساله انه يعني بايرن ميونخ حتميا سيفوز على فريق ليون وسيفوز على الفائز من باريس سان جيرمان، لازم اعتقد الكلام ده غير صحيح. يعني ما حدث في بايرن ميونخ وبرشلونه لا يعني بالضروره انه بايرن ميونخ قوه ساحقه، ما دي ظروف حقت مباراه، حصل انهيار كبير جدا لفريق برشلونه، تعامل خاطئ من برشلونه مع مباراه بايرن ميونخ، قد بايرن ميونخ لن يجد خصم سهل مثل ليون في الدور ربع نهائي، اليوم ممكن يكون مقفل بشكل كبير. طريقة التعامل مع بايرن ميونخ بالشكل ده ممكن يكون في تكفيل كبير جدا من ليون، ما بالسهل مسألة الفوز وتكرار النتائج والقوة الساحقة وهذا الكلام، يعني الأمور دي ما صحيحة على الورق، لكن على الورق وبايرن ميونخ هو أقرب. أستاذ سالم، إذا عندك أي إضافة في الأخبار العالمية ممكن تضيفها.
انا اعتقد انه من 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 الظواهر في دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي انه لدينا فريقين من المانيا وفريقين من فرنسا، والدوريين الدوريات الاوروبيه الخمسه هي معروفه، اسبانيا وانجلترا وايطاليا والمانيا وفرنسا، ومصنفه ثلاثه دوريات اوروبيه كبرى هي انجلترا وايطاليا واسبانيا. نحن الان في نصف النهائي، ما في ولا نادي اسباني ولا ايطالي ولا انجليزي، ناديين من فرنسا الدوري مصنف انه اضعف دوري في الدوريات الخمسه الكبرى هم ليون وباريس سان جيرمان، وناديين من المانيا وهو الدوري يعني الثاني من حيث الضعف، يعني الدوري الالماني اقل من الانجليزي والايطالي والاسباني. دي ظاهره غريبه جدا الا يكون هناك يعني لا نادي اسباني ولا نادي انجليزي ولا نادي ايطالي في الدور نص النهائي. نادي لازبيك يمكن برضو علامه فارغه، نادي تاسس في 2009 الان هو في الدور نصف النهائي، اول نصف نهائي في بطوله دوري الابطال من دون ميسي ورونالدو، الامر لم يحدث منذ العام 2006، ودبر يمكن قد تكون بدايه لنهايه حقبه ميسي ورونالدو وسيطرتهم على لقب هداف البطوله ووصولهم الدائم. يعني حتى النسخه الماضيه مثلا برشلونه ما شاله، لكن برشلونه كان موجود في نصف النهائي وميسي كان هو هداف البطوله. طبعا البطولات الثلاثه قبلها كان كريستيانو رونالدو هو الهداف وشال اللقب مع ريال مدريد. فبالتالي الان نحن نشهد تحولات كبيره وجذريه في بطوله دوري ابطال اوروبا، انتهت السيطره الاسبانيه ايضا غير موجوده وانتهت سيطره ميسي ورونالدو. يعني بذكرك على ميسي ورونالدو، امس كان في اخبار رشحت الى انه ميسي ابلغ النادي برشلونه الاسباني على الرحيل. يعني اعتقد من الصعب ان يرحل ميسي، يعني سيوصم انه بعد خساره بايرن ميونخ بثمانيه اهداف قد رحل. انا اعتقد لو كان ممكن برشلونه خسر من بايرن ميونخ 2-1 ممكن كان ميسي يمشي، لكن بالحجم بالخساره القاسيه دي هو انا اعتقد سيستمر. هو ده تهديد للحصول على معالجات من الاداره في اصلاح الفريق. شكرا جزيلا استاذ سالم سعيد، صحفي والمحلل الرياضي ورئيس تحرير صحيفه السوق الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا يا نينا. شكرا حمزه، بكده اكيد بنكون وصلنا لختام مشوارنا صباحي اليوم من صباح الشروق. شكرا حمزه، شكرا لفريق العمل، شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا، كانوا حضور امام الشاشه داخل وخارج السودان، اتمنى يكونوا استمتعوا برفقتنا يعني استفادوا من هذه الحلقه. اذا ختاما مع السلامه. هنختم بليفاندوسكي هداف الدوريات الاوروبيه في أمان.